قد جد هذا الوطن لاجئا قرر أن يصنع من نقمة المعاناة الفلسطينية نعمة، وقرر أن يصنع من نعمة المواطنة الأردنية رسالة خدمة المجتمع. لقد أعطيتموني وطنا ثانيا أعتز به، وعلمتموني حب أهلي. شكرا لكم. الدكتور طلال توفيق أبو غزالة، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لإسهاماته المتميزة والريادية في تحقيق العديد من الإنجازات في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والتقنية، ودوره في إبراز صورة الأردن المعرفية ورسالته الحضارية.